وفد النظام تجرع السم بطريقة غير مباشرة، حيث تواجد 5 إعلاميين مستقلين داخل الفندق الذي تقيم فيه شخصيات الوفد. الإعلاميون المستقلون تجرأوا وقاموا بمهمة الباباراتزي، حيث رصدوا مجموعة من التحركات وسربوا مجموعة من المعلومات الخاصة بالوفد. وفد النظام حاول أكثر من مرة صد هؤلاء 5، ولكنهم رصدوه حتى خروجه من الفندق. فندق الماجستيك يقع في مدينة مونترو السويسرية، على مقربة من فندق مونترو بالاس الذي تمت فيه اجتماعات اليوم الأول من مؤتمر السلام الدولي جنيف 2 الخاص بحل الأزمة السورية. في اليوم التحضيري وعند وصول الوفد، حاول الإعلاميون أخذ تصريح أو إجراء لقاء مع بشار الجعفري سفير النظام لدى الأمم المتحدة الذين التقوه في صالة الفندق. سأله الإعلامي عما إذا كان يريد أن يدلي بأي تصريح، فأجاب بأنه ليس لديه ما يقوله له، وأرجأه إلى الغد قائلا بكرة ما رح تلحق مقابلات. في اليوم الثاني استيقظ الإعلاميون على أصوات مؤيدي النظام الذين احتشدوا على مقربة من الفندقين المونترو بالاس والماجستيك. توجه الإعلاميون المستقلون إلى هناك وكان التالي: هذول جماعة جابوا العالم كله جزيرة هذا العراق تم كسر جهاز الموبايل لأحدهم حيث كان يصور به، ثم تعرض البعض لكدمات خفيفة، واضطر رجال الأمن إلى سحبهم خارج الحلقة التي شكلها المؤيدون حولهم. في قاعة الصحفيين توالت الشخصيات وقدمت تصريحات، ويبدو أن وزير إعلام النظام عمران الزعبي كان قادما لأجل ذلك، فتدافع عليه الصحفيون والإعلاميون من كل حدب وصوب ليتجمهروا حوله وينهالوا عليه بالأسئلة التي لم يجرؤ على الإجابة عليها. أحد الإعلاميين المستقلين كان الأعلى صوتا من بينهم: ليش ما في جواب؟ مين اللي عم بيحارب داعش؟ الدولة الإسلامية مين عم بيحاربها؟ بشار الأسد عم بيحارب داعش؟ بشار الأسد مقر داعش بالرقة ما تقصفوها، أنا بعطيك المكان. أنا بعطيك. الزعبي سقط سهوا وأجاب على سؤال لإعلامي مستقل آخر نص على: هل ستقبلون برحيل الأسد إن أقر المؤتمر ذلك؟ السؤال لم يعجب الزعبي حقيقة، بل كان سؤالا استفزازيا رد عليه بجملة واحدة مختصرا كل الإجابات المناورة: الأسد لن يرحل. الأسد لن يرحل. لن يرحل. في صباح اليوم الثاني والذي كان بمثابة يوم استراحة للوفود ويوم تنقل من مونترو إلى جنيف، حاول أحد الإعلاميين المستقلين الاقتراب من بثينة شعبان مستشارة النظام، لكن كانت المرافقة حريصة كل الحرص على عدم حصوله على أي معلومات، وكعادة النظام لديه طرقه الخاصة. في قاعة الفندق حاول الإعلامي الذي التقى الجعفري سابقا أن يطلب لقاء منه للمرة الثانية حسب ما وعده في المرة الأولى، لكنه جوبها بالطرد، حيث قال له الجعفري get far away أي اذهب بعيدا. قبل لحظة مغادرة وفد النظام اتجه الإعلاميون مرة أخرى إلى الوفد وحاولوا للمرة الأخيرة علهم يحصلون على إجابات لأسئلتهم، لكن كالعادة الكلام شحيح والبعض لا يرد على الإطلاق.
find out who killed them in few months time, like the chemical. It is the criminals who killed them, the terrorists inside of the Syria. سعادة الوزير هدول مين قتل الوزير؟ الإعلاميون المستقلون السوريون سيم مجموعة من الإعلاميين السوريين من إذاعات حرة يحاولون جهدهم نقل هم وتطلعات شعبهم بما يتناسب مع حجم القضية السورية. إذن لا النظام ولا حتى مؤيديه قادرون على تقبل الرأي الآخر ممن هم يشاركونهم الوطن، ولعل الأيام القليلة القادمة ستكون كفيلة بكشف مدى جدية وفد النظام في الوصول إلى حل يرضي جميع السوريين.